فقرتنا التالية مقال اليوم، وهو يحمل عنوان الانسحاب الأمريكي من العراق، أوراق اللعبة لكاتبه الكاتب العراقي صادق الطائي. هو معنا عبر الهاتف. أهلا بك معنا أستاذ صادق. أهلا وسهلا أستاذ جهاد، شكرا جزيلا للاستضافة. بداية أستاذ صادق، هل أقنع المسمى الجديد للوجود الأمريكي في العراق غالبية الفصائل، غالبية المجموعات المسلحة الرئيسية، بالتالي تكيفت مع المسمى الجديد وباتت لا تطالب بما كانت تطالب به قبل ذلك من انسحاب كلي دون أي تكييف جديد للوجود الأمريكي في العراق؟ الحقيقة هو هنالك لحد الآن بعض التلاعب، إذا جاز التعبير، بين مزدوجين على هذه الورقة. هي ورقة تلعب من بعض الفصائل في بعض الأوقات، عندما تكون هنالك ملفات معينة فيتم لعبها على لتكون وقف ضغط، يعني تغيير صفة القوات التحالف الموجودة في العراق المكونة من 2500 عسكري أمريكان و1000 عسكري من بقية الدول التحالف، وتحويل مهماتها من مهمات قتالية إلى التدريب والإسناد. هذه المسألة المفروض أنها تنهي هذه المشكلة أو هذا التصعيد، لكن لحد الآن الجهات التي رفضت، اللي هي يعني ما يعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق أو الفصائل الولائية القريبة من طهران، لحد الآن تركت الباب مفتوح على أن الوجود الأمريكي في العراق مهما كان تسميته ممكن أن يتعرض إلى احتجاجات أو ضربات أو ما إلى ذلك. نعم أستاذ صادق، لماذا لم نسمع مثل هذا الاعتراض من يعني فصائل ولائية كبرى، يعني من وجود أكبر وليس لربما من فصائل يعني تعتبر صغيرة لربما؟ لماذا كبار، إنجاز التعبير، كبار الأحزاب الولائية في العراق لم تتحدث عن هذا التغير في المسمى وأنه مرفوض بالكلية؟ أعتقد هذه المسألة تأتي ضمن توزيع الأدوار، يعني عندما يكون أسماء كبيرة أو فصائل كبيرة عندما تصرح بأنها تصريحا واضحا بأنها مثلا ضد هذا الوجود أو أنها ستضرب أو أنها ستقوم بعمليات، بالنتيجة سيكون يعني العين عليها، أنه ستكون هنالك تسليط أضواء عليها، بينما توزيع الأدوار والإناطة بفصيل صغير، ولو التصريحات لم تكن من جهة يعني قليلة الأهمية، يعني كتاب سيد الشهداء والأمين العام الذي هو أبو علاء الولائي كان أحد العشرة الكبار في الحشد الشعبي، وواحد من المرشحين لخلافة أبو مهدي المهندس، فهو ليس قليل الشأن في الفصائل الولائية، لكن بالنتيجة هنالك توزيع أدوار، يعني مو الأسماء، ليس الأسماء الكبيرة اللي تصرح في التصريحات. نعم، هل فعلا الرابط الرئيسي لمستقبل المواجهة مع الوجود الأمريكي في العراق مرتبط بمباحثات فيينا حول النووي الإيراني؟ هل باتت نتائج الانتخابات هي العامل الحاسم بين القبول بالوجود الأمريكي بمسماه الجديد في العراق وما بين العودة لنقطة الصفر، واعتبار أن هذا المسمى الجديد ما هو إلا تغطية على الوجود الأصلي؟ هل مباحثات فيينا ستكون الفيصل أم أن هناك عوامل أخرى برأيك؟ هو حضرتك الآن ذكرت ملفين مهمة، ملف المفاوضات، الملف النووي في فيينا، والنقطة الثانية ما أعرف إذا كانت إشارتك إلها يعني بشكل عرضي، اللي هي ملف الانتخابات التشريعية العراقية. هذه الملفين بالحقيقة ورقة الوجود الأمريكي أو التفاوض على طبيعة الوجود الأمريكي لعبت أدوارا محورية في هذين الملفين، يعني كل ما يحدث تعثر أو تلكؤ في المفاوضات الملف النووي بين إيران ودول 5+1 نلاحظ يحصل تصعيد في بالنسبة للفصائل الولائية، الميليشيات الكاتيوشا اللي تطلق صواريخ على الوجود العسكري والدبلوماسي الأمريكي في محاولة لفرض أو
إثارة هذا الملف، نعم. ملف المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة. كذلك مسألة الانتخابات، يعني الفصائل الولائية هي أكبر الخاسرين في الانتخابات التشريعية العراقية، وقبل يومين أقرت المحكمة الاتحادية العليا النتائج، فبالنتيجة بعد 15 يوم يجب أن نذهب إلى جلسة برلمان أولى اللي راح يقر بها تشكيل الحكومة وتولي الرئاسات الثلاثة. فإذا بالنتيجة واحدة من النقاط الأساسية اللي يحاولون أنه تروجها الفصائل الولائية أنه خلفاء الولايات المتحدة فازوا، ويقصدون بذلك السيد مقتدى الصدر. وحتى النيويورك تايمز في مقال نشر البارحة أنها تبشر بفوز السيد مقتدى الصدر، وأن التحالف الشيعي اللي كان قريب من إيران تفكك وما إلى ذلك. فبالنتيجة هذين اللي أريد أقوله، أنه هذين الملفين، ملف النووي وملف التشريع الانتخابات التشريعية العراقية، الضربات العسكرية للفصائل الولائية للوجود الأمريكي لعبت فيها دورا مهما. نعم، برأيك يعني هل ستقتصر الرسائل الإيرانية فيما لو تعثرت موضوع الحكومة وتعثر موضوع مفاوضات فيينا؟ هل الساحة العراقية هي المحصورة فقط بإيصال رسائل للوجود الأمريكي، أم أن سوريا لربما تكون ساحة أخرى يمكن استخدام يعني الفصائل المسلحة المحسوبة على إيران أيضا لإيصال رسائل، لكن ليس في العراق بل في سوريا؟ هل هذا وارد؟ بالتأكيد كل الحلفاء الإقليميين لإيران، يعني في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن، يعني لا ننسى أنصار الله الحوثيين في اليمن وضرباتهم اللي وجهت إلى سواء إلى الداخل السعودي أو في الخليج العربي أو في المياه الإقليمية. هذه الضربات اللي وجهت إلى أهداف بحرية واتهمت بها إيران أو الحرس الثوري تحديدا، كلها قرأت على أنها رسائل ضغط باتجاه تعديل مسار المفاوضات، مفاوضات ملف النووي. بالإضافة إلى طبعا الوجود العسكري الإيراني في سوريا ودوره الكبير في الحرب الأهلية اللي دائرة هناك. نعم، إلى أي مدى شكل اغتيال سليماني أستاذ صادق الطائي، إلى أي مدى شكل يعني هذه الجرأة الأمريكية الإسرائيلية في اغتيال شخصية بوزن سليماني وفي العراق وليس في أي مكان آخر، إلى أي مدى شكل ضغطا على تلك الفصائل من أن تأخذ يعني راحتها أكثر بالتصعيد ضد الوجود الأمريكي مستقبلا حتى لو تعثرت موضوع الحكومة وموضوع فيينا فيما يخص النووي الإيراني؟ نعم، الحقيقة لحظة اغتيال الجنرال قاسم سليماني ومعه كان ما ننسى السيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، هذه الشخصيتين ليست شخصيات عادية، ولحظة اغتيالهم بالضربة الطائرات المسيرة كانت لحظة فارقة في علاقات الولايات المتحدة بإيران، أو الصراع الإيراني الإسرائيلي واللي دخلت عليه إدارة ترامب في وقتها بدعمها للجانب الجانب الإسرائيلي في الصراع، ومحاولة تحجيم النفوذ الإيراني إقليميا. لكن بالنتيجة إيران أيضا قرأت هذا الحدث بشكل مختلف، بالرغم من أنها ردت على هذه الضربة بضرب القواعد الأمريكية برشقة صواريخ، بحيث يعني احنا نتذكر هذه الأحداث في كانون الثاني يناير 2020، العالم كان يقف على أصابعه. نعم، كان يعني يتوقع اندلاع حرب إقليمية قد تقود إلى حرب شاملة، يعني إذا دخلت روسيا أو الصين إلى جانب إيران كانت هذه التوقعات. لكن في اللحظات الأخيرة اللي امتنعت بها إدارة ترامب عن توجيه ضربات لتصعيد الحرب، فاكتفوا الطرفين بما حصل، يعني إدارة ترامب اغتالت سليماني والإيرانيين ضربوا القواعد الأمريكية في العراق واكتفوا بهذا التصعيد للحفاظ على ماء الوجه. نعم، ماذا سيحصل بعد ذلك؟ بالتأكيد الإيرانيين يعني يبقون يشتغلون على مسألة تطوير وجودهم الإقليمي، ويرفضون إضافة
هذا الملف إلى الملف الإيراني، بينما الملف النووي الإيراني لا، بينما الإسرائيليين وحلفائهم الإقليميين في الخليج يطالبون بإضافة هذا الملف تحجيم الوجود الإقليمي للإيران لإيران بالملف النووي، وهذه مسألة يعني تحتاج إلى شرح وتوضيح كبير. يعني كل الشكر على وجودك معنا أستاذ صادق الطائي ضمن فقرة كاتب ومقال تحت عنوان مقالك الانسحاب الأمريكي من العراق أوراق اللعبة. كل الشكر لك، كنت معنا عبر الهاتف.